السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء في المرحلة الرابعة قسم الـ IT محاضرتنا بعنوان A Pretty Good Privacy PGP Protocol في مادة Information Systems Security Practical. الـ PGP Protocol هو Encryption Protocol to provide a privacy authentication for data communication. عادة يستخدم للإيميل الفايلز الدايركتوريز to increase the security of email communication. إذن هو بروتوكول يستخدم لأغراض توفير البروتكشن إلى الإيميل. خطوات الـ PGP في حالة تحقيق الـ confidential والـ authenticity تكون بالشكل الآتي: رقم 1 السندر create random session key for symmetric algorithm. السندر بالبداية يقوم بعملية توليد السيشن كي. مثل ما نعرف السيشن كي هو temporary key يستخدم لأغراض symmetric algorithm. النقطة الثانية السندر encrypt the email using the session key وهذه النقطة for confidential. And also a session key encrypted using receiver public key. إذن السندر حيقوم بعملية تشفير الإيميل باستخدام السيشن كي اللي قام بتوليده، وبعده السيشن كي نفسه يقوم بعملية تشفيره باستخدام الريسيفر public key. النقطة الثالثة attach the encrypted session key to the encrypted message and then transmitted. حيتم نقل الكي اللي تم تشفيره مع المسج اللي تم تشفيره إلى الريسيفر. الريسيفر حيقوم بالعمليات بشكل عكسي، يعني يقوم بالبداية بفك التشفير للسيشن كي باستخدام البرايفت كي، وبعدها يستخدم هذا السيشن كي لعملية فك التشفير للمسج. الرسم اللي أمامنا يوضح هذه الخطوات باختصار. في جهة السندر حيكون عندي عملية توليد للسيشن كي واستخدامه لعملية تشفير البيانات واللي تتمثل بالإلكترونيك دوكيومنت أو الإيميل، وسيشن كي في نفس الوقت يتم تشفيره باستخدام بابليك كي ألغوريثم واستخدام الريسيفر بابليك كي. حيكون عندي إنكريبتد كي وإنكريبتد مسج يتم دمجهم وإرسالهم إلى الريسيفر سايد. الريسيفر سايد يقوم بعملية decrypted للسيشن كي بالبداية باستخدام نفس الخوارزمية اللي هي public key algorithm وتوظيف private key. بعد انه فك التشفير لهذا الكي حيستخدم لي فك التشفير للبيانات وترجع لي وضعها الطبيعي. لو طبقنا باستخدام لغة السي شارب يكون عندي الخطوات بالشكل الآتي: نعرف مجموعة من المتغيرات integer session key، encrypt session key حنعرفها double لأنه عادة الأرقام اللي حيتم تشفيرها نستخدم الـ RSA والـ RSA count ودائما يكون من نوع double. encrypted email هو الإيميل اللي حيتم تشفيره بجهة السندر ويتم إرساله لجهة الريسيفر واللي هو البوتن الثاني، ولهذا نحتاج إنه نعرفه كglobal variable. قيمة الـ N 33 واللي هي متولدة من قيمة P 3 وقيمة Q داش الـ P في الـ Q يتولد عدي الـ N وتستخدم ضمن الـ RSA algorithm. السيمتريك كي المفروض يتم تطبيقها هي الخوارزميات اللي تستخدم نفس الكي ما بين السندر والرسيفر، والمفروض لهذه البروتوكولز عادة يتم استخدام خوارزميات متطورة مثلاً الـ AES وغيرها. لأغراض التبسيط حنستخدم السيزر باعتبارها أحد أنواع السيمتريك، لكن هي من أنواع الكلاسيكال وليس المودرن. الإنكريبشن سيزر ميثود تعرفنا عليها سابقاً حيكون الانبوت إلها سترينج بلين و integer key واللي هو حيكون session key. الاوتبوت ايضا string حيتم تقطيع string الى characters في كل مرة اضيف الكي للكاركتر،
وبعدها أشيك هل تجاوز حرف الزد مطرح 26، ونكمل لباقي الكاركترز. بعد انتهائنا نرجع السترينج كأوتبوت لهذه الميثود الديكريبتد بنفس الترتيب، لكن الفرق حيتم عملية طرح الكي من السايفر سترينج بعد تجزئتها إلى كاركترز، وتشيك إذا كانت أقل من الـ A نقوم بعملية إضافة 26، وهذه الجزء يمثل المود الآن. وبعد انتهائنا عملية إرجاع للأوتبوت سترينج. هذا حيحاكي السيمتريك ألغوريثم في الإنكريبشن والديكريبشن سيزر. الـ RSA هي الـ Public Key Cryptographic واللي حيتم استخدامها لأغراض تشفير السيشن كي. احنا مثل ما نعرف الـ RSA تقوم بتشفير الأرقام، فحيكون الـ Input Double Input و Integer Key. الكي أما حيكون Private or Public حسب، لو كان هو Sender حيستخدم الـ Public، ولو كان هو Receiver حيستخدم الـ Private. الـ Output أيضا Double. الماث دوت باور هو استخدام الكلاس ماث، الباور هو الميثود، الانبوت مرفوع للقوى كي موديل ان واللي سبق ان تم تعريفه كجلوبال فاريبل، الاوتبوت هو رقم ريتيرن من ال ار اس اي. نجي للسندر سايد. السندر سايد حيقوم بالخطوات الاتيه. اول خطوه هو تعريف الببليك كي، حددنا قيمته، وبعدها قراءة الإيميل اللي حيمثل المسج اللي حيتم تشفيرها. في هذه الخطوة يتم توليد السيشن كي واللي هو عادة يكون بجهة السندر. نستخدم Random Class، هو أحد كلاسات البولت إن بلغة السي شارب. نعرف Object عن هذا الكلاس RND يساوي New Random. ال RND هو حاليا ال Object ضمن الكلاس Random. ممكن إنه نستخدم الميثود، أحد هذه الميثود هو النكست random.next، نحدد initial وfinal. هذه الانيشال والفاينال فاليو تمثل الرينج للأرقام اللي حيتم توليدها. هذا الكلاس مسؤول عن توليد أرقام عشوائية. باستخدام لدالة الميثود حيتم تحديد الأرقام العشوائية برينج من 1 إلى 27. حيتم توليد من 1 إلى 27 ما تكون داخلة، يعني حيولد من 1 إلى 26. نستخدمه كسيشن كي. للتبسيط ممكن تستغني عن هذه الخطوتين مباشرة، سيشن كي وحدد رقم يكون ما بين 1 إلى 26. بعد أنه حددنا قيمة السيشن كي، المفروض نقوم بعملية تشفير الإيميل وتشفير السيشن كي. الإيميل يتم تشفيره باستخدام السيزر، والسيشن كي يتم تشفيره باستخدام الـ RSA. الـ Encrypted Session Key Global Variable محتاج أن نعرف مرة ثانية يساوي Call للـ RSA Method Session Key الـ Original، حيكون هو الـ Input للـ RSA مع الـ Public Key، لأنه إحنا مثل ما قلنا الـ Sender يستخدم الـ Receiver Public Key حتى يقوم بعملية تشفير الـ Session Key اللي ولده. حيكون عندي Encrypted Session Key اللي حيتم استخدامه بالEncrypted Caesar هو الإيميل السترينج اللي مطلوب تشفيرها باستخدام Session Key. انتبه مو الEncrypted Session Key الOriginal، لأنه الEncrypted حيتم إرساله وليس استخدامه لتشفير الإيميل. بعدها يتم إرسال الEncrypted Email والEncrypted Session Key للReceiver. احنا كطباعة فقط طبعنا الانكريبتد ايميل على التكست بوكس الثاني. بالنسبة للرسيفر سايد حيكون الانبوت للرسيفر هو الانكريبتد ايميل والانكريبتد سيشن كي. اول لاين حددنا قيمة البرايفت كي، وابتدينا بخطوات عكسية، فك التشفير للسيشن كي وبعدها فك التشفير للإيميل باستخدام هذا السيشن كي. السيشن كي عملية فك التشفير إليه عن طريق الـ RSA. دزينا الـ Encrypted Session Key ويا الـ Private Key، لأنه الرسيفر يستخدم الـ Private Key لفك تشفير السيشن كي.
الاوتبوت هو رجع الاوريجينال سيشن كي اللي حيستخدم مع خوارزمية الديكريبتد سيزر للانكريبتد ايميل، وحيكون هو الاوتبوت للبي جي بي بروتوكول. ننتبه ونركز على الجزء اللي يقوم به السندر، هو توليد السيشن كي وتشفير السيشن كي وتشفير الايميل، في حين الجزء اللي يقوم به الريسيفر هو فك التشفير للسيشن كي وفك التشفير للايميل. فلو طلبنا بسؤال ان نقوم بالخطوات اللي تكتفي بارسال الايميل مشفر، معناته الجزء اللي يخص السندر فقط، لان هو مسؤول عن تشفير الايميل بتوليد سيشن كي وتشفيره وارسال انكريبتد ايميل. في حين لو حددنا انه وجود انكريبتد ايميل، المفروض الباقي هو ما يتعلق بجزء الريسيفر، واللي حيقوم بعملية فك التشفير للسيشن كي، والمفروض حيكون بهالحالة محدد الانكريبتد سيشن كي قيمته والانكريبتد ايميل وكذلك، فحيقوم بعملية فك التشفير للسيشن كي وعملية ديكريبتد للانكريبتد ايميل. لو نفذنا مثلا كلمة ايميل، عملية انكريبشن هو بهذا الخطوة قام بتوليد سيشن كي وبعدها شفر السيشن كي وبعدها قام بتشفير كلمة ايميل باستخدام هذا السيشن كي. عملية الديكريبتد هو قام بعملية فك التشفير للسيشن كي واستخدامه لفك تشفير هذا المسج ورجعت كلمة ايميل. هذا فيما يتعلق بخطوات الـ PGP بروتوكول، واللي هو البروتوكول المسؤول عن توفير البروتكشن للإيميلز والإلكترونيك دوكيومنت. نركز على أنه هذا البروتوكول كتطبيق عملي يقوم على أساس 5 خطوات. 3 خطوات الأولى تم تنفيذها بجزء السندر، توليد السيشن كي عن طريق استخدام الراندوم كلاس، وبعدها عملية تشفير السيشن كي باستخدام الـ RSA والبابليك كي، وعملية تشفير الإيميل باستخدام السيشن كي. الخطوتين المتبقية هي عملية فك التشفير للسيشن كي وفك التشفير للإيميل، واللي حيقوم بها الرسيفر. إن شاء الله تكون واضحة ومفهومة للجميع.